مهم جدا. انا هو ده الموضوع الاساسي بالمناسبه النهارده، انا موضوعي الاساسي كده، هو ليه موسم مالي بيتقطع كده؟ انا مش فاهم الحقيقه، حتى لو في بعض الاخطاء اللي كلنا عارفينها واللي كلنا بنتكلم فيها واللي كلنا كاهلاويه يعني شايفينها وبنتكلم فيها، واخطاء فنيه وارده عند اي مدرب. يعني النهارده يورجن كلوب منزل اوريجي في الدقيقه كام؟ كان المفروض ينزله من بدايه الشوط الثاني مثلا مثلا، يعني دي حاجات فنيه. لكن موسيماني يا جماعه بيتقطع كانه هو اللي اتغلب 5-3. لا ده بيتقطع من اول ما الحكم صفر. يعني لما رجعوا من الماتش استوديو التحليلي انا عمال اسمع الكلام. لا الحقيقه مش الاستوديو التحليلي بس، قنوات كتير عمال اسمع الكلام اللي بيتقال، هو مين اللي كسب 5 ومين اللي خسر 5. يعني اللي كسب 5 المحللين كل القنوات بيهاجموه على اخطاء في التغيير، بيهاجموه على انه ازاي الاهلي ما كسبش 8، على اساس ان الاهلي بيلعب فريق درجه ثالثه، ده فريق يا جماعه شئنا ما بينا الزمالك هو القطب الثاني للكره المصريه، فده ماتش قمه. حتى هو على سبيل القلق اكيد قلق من النتيجه، يعني ما حدش قال ان موسيماني في طريق 3 4 3 اللي عملها او 3 5 3 اللي عملها. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها 3 5 3 5 3 جديده في الكوره دي. لا اتقالت الكوره، ما بقول لك ايه، ده اتقالت واتعادت وتركز عليها، اتقال كتير. لا اللي حط مش اول مره تتقال على فكره، بس اتقالت قبل كده برضه، ده اتقال بس بشكل تاني. خلينا نكمل فني، خلينا نكمل فني. فطريقه 3 4 3 اللي طيب على فكره فرق كتيره في العالم بتلعب بيها، وفكره اختراع عوده حمدي فتحي اللعب، يعني هو حمدي فتحي دلوقتي ما بقاش زي عماد النحاس لما كان بيلعب معاه. لا طبعا هو بيلعب ليبرو متقدم شويه، بيلعبوا الثلاثه على خط واحد وبيفردوا عشان يدي حريه لاكرم علي معلول. انت لو بصيت في الملعب طول الوقت طايرين، عاملين صح. عاملين ستريتشنج للملعب، الملعب مفرود، علي معلول واقف على الخط الشمال واكرم واقف على الخط اليمين وفاردين الملعب وفاتحين مساحات. تلاحظ ان كل قفشه وديانج والسولية جايين، اللعيب ده مش عارف تمسك مين هيمسك مين. فالحقيقه الخطه رائعه، التكتيك رائع، محدش يتكلم.